مأسور شرطي ماهر مع آمنة وتايجو يغامر لا يخشى من أي مخاطر. منصور نجوت من حادث خطير بأعجوبة. قلت حادث؟ أخبرني ماذا أصابك؟ لن تصدق ما الذي حدث وأنا قادم إليك. أردت عبور الشارع فانتظرت مرور السيارات، وعندما مرت كلها عبرته وإذ بسيارة مسرعة متجهة نحوي، فوقفت مكاني وأغمضت عيني من الخوف، وإذ بي أشعر بيد تسحبني إلى الخلف وتنقذني. لا شك أنك ارتكبت خطأ ما بسيطة. فطين تعال إلي، اسمعني، أريدك أن تنقلنا إلى الشارع الذي كان فيه حمدان. حاضر في الحال. أصغي إلي، أولا عليك العبور من المكان المخصص، أي من ممر المشاة المخصص لعبور المارة، ولأنك لا تزال صغيرا عليك تلقي المساعدة من أحد. فطين هيا نادي لنا أبا حمدان. حاضر في الحال. ما الذي يحدث؟ أين أنا؟ أهلا بك، نحتاج إلى مساعدتك. مساعدتي؟ أنا جاهز، ماذا تريدان؟ أمسك يد والدك وبعدها أعبر الشارع، وعليك مراقبة إشارة المشاة. حاضر سأراقبها جيدا. لا 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 لا، هذه الإشارة للسيارات، أما هذه فهي إشارة المشاة، انظر إليها جيدا. الآن لونها أحمر، أي يجب عليك الوقوف، وعندما يتغير لونها إلى الأخضر يمكنك العبور. هيا حان الوقت، عبور الشارع بعد النظر إلى اليمين واليسار. هيا عبر يا حمدان. أشعر بالخوف يا أبي. إذا التزمت قواعد السلامة فلا داعي للخوف يا بني. وأنتم يا أطفال لا تنسوا التزام قواعد السلامة عند عبور الشارع.